ثمن وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد زبين عطية أحمد زبين عطية دور الدعاة وخطباء المساجد في مقارعة مشروع الانقلاب الحوثي الإيراني وكشف وتعرية خفاياه ومخاطره على اليمن والمنطقة. وأكد خلال لقائه بثلة من العلماء والدعاة والخطباء اليوم بمحافظة شبوة، أكد على ضرورة مواصلتهم لأدوارهم في التوعية وفضح الأفكار الضالة للحركة الحوثية التي تستهدف انتزاع عقيدة اليمن وعقيدة اليمن السليمة وهويتها العربية الأصيلة والضاربة. وندد الوزير عطية بجرائم الميليشيا الحوثية بحق الإنسان اليمني وقتلها وبدم بارد ل360 من طلاب العلم دفعة واحدة في دماج. وشدد وزير الأوقاف على ضرورة توجيه الخطاب الديني وترشيده لنصرة الشريعة وقواتها المسلحة لنصرة الشرعية وقواتها المسلحة التي تقاتل دون هوادة لهزيمة ميليشيا الانقلاب. نحن اليوم في محافظة شبوة التقينا بمجموعة من الخطباء والعلماء وأئمة المساجد في هذه المحافظة بعد انقطاع فترة من الزمن، والحمد لله سمعنا كثير من الهموم، وكانت تتركز هذه المشاكل على موضوع مكتب الأوقاف وما يعتريه من النقص والسطو على أراضي الأوقاف واحتياجات الخطباء والأئمة والعلماء. وسمعنا من الخطبة اليوم ما يثلج الصدر في موضوع توحيد الكلمة والصف خلف قيادة الشرعية برعاية فخامة رئيس الجمهورية حتى مواجهة هذا الانقلاب السلالي الإمامي الذي قضى على كل جميل في اليمن. نحن نتمنى بإذن الله عز وجل لهذه المحافظة التوفيق والنجاح، حيث وهؤلاء الخطباء يمثلوا كوكبة المجتمع الموجود في هذه المحافظة والتي عهدناها بمواقفها الوطنية والبطولية، لقنت درسا قويا للحوثي سواء كان في عتق وما جاورها أو في بيحان التي قدم فيها كل أبناء محافظة شبوة ومن كل أبناء اليمن سكبوا دماءهم في بيحان من أجل القضاء على هذا الفكر الإمامي الخبيث الذي يريد أن ينتزع هوية اليمن إلى هوية أخرى. اليوم نحن سمعنا كثير من الهموم والمتطلبات من الخطباء، والتي بدورنا سنرفعها للقيادة السياسية وإلى مجلس الوزراء إن شاء الله في القريب العاجل، وشكرا.